لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتابي الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول اليوم بإذن الله تعالى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة. هذه المسألة عنوانها حكم اتخاذ الخطيب لمكبر الصوت. حكم اتخاذ الخطيب لمكبر الصوت، يعني الخطيب يخطب في مكبر صوت، ما حكم ذلك؟ هنا قد يقول قائل لا بأس بذلك ونحو ذلك، ويعني يظن أن هذه المسألة مسلم بها. أبدا، هذه المسألة أيضا اعترض عليها بعض يعني الناس في العصر الحديث، فنتناولها بإذن الله تفصيلا. قال: هذه المسألة ليست من المسائل المهمة، ولا هي مما يحتاج إليها الخطيب أو يفتقر إلى معرفة الحكم فيها. يعني مسألة مش مسائل تتعلق بالخطيب وفقه الخطبة ونحو ذلك، لكن هي متعلقة بالموضوع باعتبار آخر. نعم. لأنها من المسائل التي ينبغي ألا يجادل منصف في جواز استعمال مكبر الصوت في الخطبة والصلوات. ثم إن السواد الأعظم لم تشكل عليهم هذه المسألة، يعني السواد الأعظم من الناس حتى عامة الناس ما عندهم إشكال يعني في أنه اتخاذ الخطيب للمكبر الصوت، يعني ما أحد يعني من الناس وعامة الناس يقول بغير ذلك. لكن لا يمنع أن هناك بعض الناس عنده إشكاليات، بل بعض الناس أشبه بأن يكون والعياذ بالله يعني من جانب نفسي. قال: ولكني أريدها هنا من باب الفائدة، لأنها من المسائل التي لبعض أهل العلم كلام حولها، ولأمر آخر وهو أنه لا يخلو هذا الزمان ممن يجادل في مكبر الصوت ومدى مشروعية استعماله في العبادات بوصفه وسيلة موصلة، أو على الأقل يجادل في استحسان ذلك من عدمه، وإن لم يقل بتحريمه، وأمثال هؤلاء قلة لا تذكر. ولذا فإنني سأذكر كلام بعض أهل العلم حول هذه المسألة. فقد سئل الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى: ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ فأجاب: رأينا أنه لا بأس به. كان طبعا في زمن الشيخ السعدي، كان لسه مكبر الصوت ده لسه ظاهر جديد يعني. وهنا فائدة نافعة يذكرها يعني الشيخ لهذه المسألة وهي وغيرها، وهي أن الأمور الحادثة نوعان، الأمور المحدثات يعني نوعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال عبادات وعادات. الأمور المحدثة على نوعين، النوع الأول متعلق بالعبادات، النوع الثاني متعلق بالعادات. قال: أما العبادات فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. اللي أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. أما العادات فالأصل فيها الإباحة، فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل، فإذا أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قياس على أصل شرعي فهو محذور وممنوع، وإلا فالأصل الإباحة. وقد ذكر شيخ الإسلام هذين الأصلين في اقتداء الصراط المستقيم. شيخ الإسلام ذكر هذين الأصلين في اقتداء الصراط المستقيم، ودي فائدة في الحقيقة أخرى، يعني على سبيل أن هناك من يعترض على مكبر الصوت، كيف تشغلون مكبر الصوت في الإقامة، كيف مكبرون مكبر الصوت في أثناء الصلاة ونحو ذلك. قال: فهذه الآلات، قال فهذه الآلات الحادثة من هذا الباب، والأصل فيها الإباحة، والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة، وإن أعانت على شر فهي سيئة، والله أعلم. المباحات العادات إن أعانت على خير فهي خير،
يعني المكت اللي بنفرشه في المساجد دلوقتي، الناس بيجعلهم يقبلون على الصلاة في المساجد ويجلسون ويرتاحون في الجلوس، عان على خير فخير، أما ما يعين على الشر فهو شر كذلك. قال الشيخ الشريم حفظه الله، قال: وللشيخ السعدي خطبة جمعة بمناسبة وضع مكبر الصوت في المسجد، حيث استنكر بعض الناس استعماله في المسجد ورأوا أنه من البدع المحدثة، فرد الشيخ على زعمهم هذا في خطبة كاملة. الشيخ السعدي عمل خطبة كاملة عشان يقول لهم أن ده مش بدعة ولا شيء، مسألة مكبر الصوت. وسئلت اللجنة الدائمة عن الإمام يصعد على المنبر ومعه المذياع ليأخذ صوتهم، ما حكم ذلك؟ قالوا، فأجابت اللجنة، قالوا: يجوز ذلك ليساعده على إبلاغ صوته لأكثر عدد. وفي قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قالوا: أما استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال، فينبغي استعماله في المساجد الكبيرة لما يترتب عليه من المصالح الشرعية، والله الموفق. قال: وللشيخ أبي بكر، وللشيخ بكر أبي زيد أبو زيد رحمه الله تعالى كلام جيد حول هذه المسألة. الشيخ الشريم بيقول الشيخ بكر أبو زيد يعني له كلام جيد في مسألة مكبر الصوت يعني. قال: سأورد شذرات منه لما فيه من الفائدة. فقد قال: لا أرى مكبر الصوت إلا من نعم الله تعالى على أهل القبلة. إنه ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، إنه كان الناس ربما يقعون في حرج قبل ذلك، إنه ممكن الإمام يكبر ولا أحد يسمع في آخر المسجد ونحو ذلك، أو يخطب ولا أحد يسمع في آخر المسجد، فهذا من نعمة الله علينا. قال: لإعلان الشعائر الإسلامية وإبلاغ الخير للبرية ونفوذه إلى أسماع أكبر عدد ممكن في الأحياء ورحاب المساجد والمنتديات، ولا ينكر الخير إلا نفس مريضة، ولا تلتفت إلى ما فاه به بعضهم وجرت به أقلام آخرين من تحريمه في الخير كما لو كان في الشر. يقول الشيخ، اسمعوا الطرفة السخيفة يعني إن صح التعبير، يعني: حتى سمعت بعض الآفاقيين، الآفاقي اللي هم يعني الناس اللي بيجوا من خارج البلاد، يعني حتى سمعت بعض الآفاقيين يقول ما يعني، هو الشيخ بيقول ما أذكره للفرجة يعني، قال: فون اسم للشيطان، وهذا من مكره، ولذا قيل مايكروفون. يعني واحد، الشيخ بيقول يعني واحد من الجماعة دول عشان يقول بتحريمه يعني، فقال انه ارجعوا كده هتلاقوا اسم الشيطان، الله لا الله اعلم يعني، لعله في لغة بلده هو هذا الشخص يعني، ان الشيطان في ترجمتها فون في لغة بلده الظاهر، والله اعلم يعني فون، فبيقول يعني الشيطان اسمه فون وهذا من مكر الشيطان، فلما تركبه مكر مع فون يبقوا الاثنين مايكروفون. يقول: ولا يستنكر هذا، فإن مواجهة كل جديد بالرفض والتحريم علة فاشية من قديم، ومنه ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره أن الساعة المائية لما اخترعت قابلها بعض الناس أو بعضهم بأنها سحر، ومواجهة الرفض هذه موجودة لدى بعض من المسلمين ولدى آخرين من الكافرين أمام أي جديد، وانظر إلى أمثلة موسعة لهذا في التاريخ القويم للكردي. وقال أيضا: لا أرى الحال في جميع ما ذكر إلا من باب ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. يعني خلاصة الكلام أن استعمال مكبر الصوت للخطيب هذا من الحسن أو من الأمور الحسنة، فإنه من المباحات التي يأتي من بعدها خير، وهو وصول يعني صوت الخطيب للناس وأكبر عدد من المصلين والسامعين، فهذا خير. ولذلك فيعني هذه المسألة لا بأس يعني فيها من اتخاذ مكبر الصوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.